ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أصلا نقول وكنت أظنها ستفرج. عندما تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى دائما فكر ستفرج، ستفرج مع الله سبحانه وتعالى. لا تقول كنت أظنها لا تفرج، قول إنها ستفرج بإذن الله سبحانه وتعالى جل في علا. ارفع يديك، الله سبحانه وتعالى لا يرد صفرا. سبحان هذا العظيم، سبحان الذي إذا أعطى أدهش.